نروح للولايات المتحدة الأمريكية، نحط هذه الأمور، نفهم المستجدات اللي بتحصل في القطاع الطبي إيه في العالم خصوصا في أمريكا، مع ضيفنا عبر سكايب دكتور هشام الصيفي، أستاذ الجراحة العامة في جامعة كاليفورنيا. دكتور هشام، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، استاذ عمرو استاذ ريهام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور. دكتور هشام، عايزه اخد الصوره من حضرتك في الولايات المتحده الامريكيه، اين يعني ذهبت الاصابات الان والاعداد؟ يعني احنا حضرتك بقى لنا اسبوعين تقريبا كل يوم بنبقى عندنا من 150 ل 200 الف حاله. تمام. طبعا ده رقم كبير جدا جدا جدا، وبيؤدي إلى مشكلة للقطاع الصحي، وإحنا حتى بنحسها في مستشفياتنا. مستشفيات كتيرة لغت العمليات، وأجزاء تانية مش موجود عيانين أماكن للعيانين أو سراير في الرعايات. ولاية زي كاليفورنيا اللي أنا فيها زي ما بيقولوا stretch to the limit، يعني عندها مشكلة كبيرة جدا في إيجاد سراير للمرضى. فالموقف صعب في أمريكا، ولكن طبعا القطاع الصحي في أمريكا قوي جدا وكبير، وبيقدر إن هو لغاية دلوقتي متحمل. لغاية إمتى؟ هو الأمل الكبير هو الفاكسين، يعني كلنا أو مش كلنا، يعني جزء مننا ابتدى الطعم. أنا طعمت من حوالي أسبوعين اللي هو الفايزر نمبر 1، والجزء الثاني هيبقى كمان حوالي 10 أيام، وده الأمل اللي جاي بالنسبة لنا إن هو الفاكسين هيقلل. إكسبكتنج إن هم يدوا 50 مليون دوس قبل اخر يناير، يمكن ده يبقى رقم شويه صعب، ولكن بيحاولوا على الاقل، يعني يمكن ده الحاجه الوحيده اللي هتهم. الكمامه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه هو ده السلاح الاول وفي رايي الاخير. اشكرك. يعني احنا كجراحين بنعمل عمليات. اتفضل. لا بالعكس، انا بقول لحضرتك اشكرك على التاكيد على الجزئيه دي، ان الكمامه هي السلاح الوحيد اللي في ايدينا. اكيد يا فندم، احنا بنعمل عمليات لعيانين عندهم كورونا أو بنختلط بيهم. سلاحي الوحيد هو الكمامة اللي أنا لابسها دي، الحقيقة. حتى الفاكسين is not 100%، يعني طبعا لما تاخد الجزء الثاني أفضل بكتير، بس برضو اللي بيحميني في الآخر هو الكمامة، وطبعا والإجراءات الاحترازية، البعد، المكان اللي انت فيه. يعني في طبعا تفاصيل قوية جدا لكل مكان. إزاي ان احنا نقدر نحمي نفسنا. طب معلش دكتور هشام، على فكرة الكمامة أو ذكر الكمامة، في جدل حاصل ويمكن عندنا في مصر منتشر، لو حضرتك بتتابع السوشيال ميديا عندنا بما انك مصري، فكرة أيهما أفضل، الكمامة اللي هي السيرجيكال ماسك أو الماسك الجراحي اللي هو الأزرق، أنا يمكن ماسكه قدامي أهو أو قدام الناس، هل ده الأفضل ولا القماش؟ أحد الضيوف قال لنا، أنا آسف في التعبير، إن الماسك القماش ده زيه زي الشراب، أكنك لابس شراب على وشك ولا هيفيدك ولا هيعمل أي حاجة. إيه القول الفاصل وحضرتك أستاذ جراحة عامة في كاليفورنيا، أيهما أفضل؟ الكمامات أنواع كبيرة قوي. طبعًا أعلى نوع اللي هو الـ N95 أو الـ KN95، بس ده احنا عايزين نخليه للناس اللي بتشتغل مع العيانين الكوفيد. ده للتفاصيل الطبيه، للاطقم الطبيه، مش عايزين ان احنا نستعمله لانه ده بس للحالات الاكستريم يعني. فده اللي احنا بنستعمله في العمليات واللي بنستعمله لما بنشوف العيانين. اللي تحته على طول اللي هو الازرق اللي حضرتك قلت عليه ده، وده برده كمامه كويسه، مش زي الـ N95 ولكن افضل بكتير من القماش. القماش بتمنع بدرجه مش كبيره قوي. هي الفكره ايه يا فندم؟ الفكره انه انا لابس كمامه والشخص الثاني لابس كمامه، واحنا بعاد عن بعض 6 فيت. يعني هي مش بس فاكتور واحد، 2 متر ونص مثلا. فلو بالظبط كده، فلو اتجمعنا احنا كلنا 50 واحد في اوضه، صعب بقى كمامه تحمينا لانه هتبقى فاكتورز كتيره ضدنا. فالقماش افضل من بلاش، ولكن لو نقدر ناخد الاحسن شويه يبقى افضل طبعا. طيب ممكن اعرف منك يا دكتور، يعني موضوع تحور السلاله والحديث عن اللقاح وفاعليه اللقاح مع السلاله الجديده، يعني كثر الكلام في القضيه دي، ممكن اخد فكره من حضرتك ازاي يعني ممكن نوصل رساله للناس انه يعني في النهايه احنا بنخضع لما توصل ليه العلم والابحاث؟ المسج على بعضها مطمئنه كالاتي. انه اول حاجه التحور الجديد اللي حصل، طبعا اكتشافه في انجلترا، لان انجلترا بتعمل اللي هو الدي ان اي سيكونسنج اكتر من امريكا بكتير. ايوه. فهم بيعملوا عدد حالات اكبر، فهم اكتشفوها بدري. سو فار اللي احنا نعرفه ان التحور ده ممكن يؤدي الى انتشار اكتر، وده اللي حصل في لندن، ولكن مش بالضروره يؤدي الى انفكشن اكتر، او ان هو المرض يبقى اصعب على الناس. فدي نقطه كويسه. النقطه الثانيه كويسه ان سو فار برضو المعلومه ان الفاكسينز اللي معموله
افكتيف. عارفه حضرتك المثل في عالم بيمثلها بايه؟ الجهاز المناعي للانسان عباره عن جيش كبير مليان انواع كبيره من الاسلحه، حتى لو الفيروس نجح ان هو يتحور في حته معينه، الجهاز المناعي للانسان بيقدر ان هو برضو يهاجم في اكثر من حته. في برضو حاجه عايز اقولها للناس ولازم يبقوا فخورين بيها، انه في شغل بيتعمل في مصر دلوقتي عظيم جدا جدا على الدي ان اي سيكونسنج بين دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي واشرف حاتم قصر العيني ودكتور شريف ابو النجا 57 والقوات المسلحه على الدي ان اي سيكونسنج، وايه اللي بيشتغل عليها وايه اللي ما بيشتغلش عليها. فلازم تفخروا بهذا العمل اللي بتعمل حقيقه. شكرا على المعلومه الجميله دي، طلعت على جزء منه عظيم. طيب الاصابات يا فندم بين الشباب والاطفال؟ السوفر الاصابات بالسلاله القديمه قليله بالنسبه للناس اللي سنها اقل من 14 سنه، وحتى لما بيجي لهم بيبقى مايل ديزيز. اللي احنا فهمناه في التحور الجديد ان هو بيصيب الاطفال اكتر شويه، والفاكسينز اللي اتعملت لغايه دلوقتي ابروفد بس للناس اللي اكتر من 16 مش اقل من 16، لان ما اتعملش عليها ستاديز لغايه دلوقتي اللي هو البيدياتريك ايج، يعني هتبتدي السنه الجايه. طيب دكتور هشام، هل حضرتك متابع الاخبار اللي جايه من جنوب افريقيا على الفاريانت او التحول اللي حصل هناك، وقد ايه هو شرس وفي تحذيرات كبيره جدا منه؟ زي هل في مخاوف ان زي ما الفاريانت او التحور البريطاني انتشر بهذا الشكل، هل في تخوف ان التحور الجنوب افريقي ينتشر، خصوصا احنا قاره واحده هي برضو مش بعيده في، يعني مش عارف هل في تخوف من ده ولا لا؟ الاجراء الكويس اللي مصر عملته من زمان ان هو اي حد بيدخل مصر لازم يبقى نيجاتيف وزن فتره معينه 48 او 72 ساعه، فده بيقفل لك حته مهمه جدا، وده اللي دلوقتي انجلترا بتعمله وامريكا دلوقتي بقت تعمله. فانت هتقفل لدرجه كبيره اي حاجه جايه لك، لكن ما فيش سيستم في الدنيا هيقدر يمنع 100% ان حاجه تحصل. بس زي ما قلنا الجود نيوز انه حتى التحور اللي بيحصل، ودي من معلوماتنا عن فيروس الانفلونزا، انه حتى التحورات اللي بتحصل بتاخد وقت عقبال ما تتحور كومبليتلي. فاحنا اجان سلاحنا الاول الكمامه، سلاحنا الثاني ان احنا نبقى بعاد عن بعض شويه وناخد بالنا، سلاحنا الثالث هو الفاكسين لما يبقى متوفر ان احنا نقدر نديه لعدد كبير من الناس. بتهيألي صعب قوي دلوقتي بمساله الجراحه العامه، هل بيجي لكم ناس مثلا تفكر تعمل عمليه جراحيه، ولا الناس فعلا بدات تاجل؟ يعني الله يكون في عون الناس، خصوصا من كبار السن اللي لازم يعمل عمليه جراحيه والمستشفيات قد لا تكون امنه بهذا الشكل، او حتى مش فاضي انها تستقبل عمليات جراحيه عاديه. الوضع ده بيتم ازاي؟ المواءمه دي بتتم ازاي؟ أنا جراح ريكونستراكتيف، يعني أنا مثلا بعد كانسر سيرجري بيتشال مثلا جزء من الجسم، أنا باجي بكون الجسم ده. فاللي بيحصل عندنا إن عندنا تيرز، يعني عندنا جدول بنقول فيه إيه العيان الضروري يتعمل دلوقتي، وإيه العيان اللي أنا ممكن أستنى عليه شهر أو شهرين. وأنا لغيت كتير جدا مثلا من العيانين بتوعي في الشهر الجاي، وقلت لهم إحنا نقدر نستنى شهر أو شهرين، مش لازم ان انا اخدك ادخلك مستشفى. اول حاجه السرير ده محتاجه عيان تاني كوفيد. تاني حاجه لو قدر الله لو حصل للعيان حاجه هتبقى عبء على الهيلث كير سيستم في البلد اللي انا فيها. فلازم الكومن سنس يبقى موجود، وبرده في دايركشنز من اوثوريتيز انه يا جماعه يمكن بلاش الحالات دي دلوقتي اللي هي بنسميها. يعني حضرتك بتنصح الناس اللي عنده عمليه جراحيه يمكن ان هي تؤجل ما لم تكون او تشكل خطر على صحته، فيا ريت ياجلها، مش كده؟ طبعا ده سؤال قوي جدا، لانه كل مكان ليه ظروفه. يعني حتى احنا اتعلمنا في امريكا ان مش كل ولايه قانونها يمشي على الثانيه. فكاليفورنيا دلوقتي مثلا احنا مانعين الالكتيف سيرجي بدرجه معينه في اماكن معينه، لكن في ولايات ثانيه في امريكا عنده سبيس اكتر في المستشفيات فبيقدر ان هو يعمل الالكتيف سيرجي. بس انا موافق لحضرتك ان نقطه انه لو مش لازم قوي العمليه، يعني ممكن نفكر شويه هل هي محتاجين نعملها في الشهر ده، ولا لو استنينا 3-4 أسابيع يبقى ممكن اسلم، يعني افيد. ممكن يا دكتور اخد فكره من حضرتك ومن وجهه نظرك ورؤيتك، الوعي اللي شايفه عند الناس عند المرضى الطاقم الطبي ازاي ممكن يكون بيقدم لهم النصيحه من وقت للتاني عشان ياخدوا بالهم من نفسهم؟ يعني شايف الصوره ازاي؟ هل الامور بدات يعني تاخد شكل حاسم واكثر جديه مما سبق؟ في امريكا ولا في مصر؟ لا انا بتكلم على امريكا دلوقتي. احنا في مصر اتكلمنا على الموضوع ده كتير.
بالنسبه لامريكا، احنا طبعا كدوله غلطنا غلطات قويه جدا في المرحله اللي فاتت. تمام. السنه اللي فاتت امريكا يعني للاسف في الحته دي ما لم تعمل كدوله عظمى، يعني احنا بقينا حتى مستغربين وزعلانين، يعني هي دي امريكا عظمى. يعني؟ فحصل اخطاء كبيره، وجزء منها حريات مفهومه غلط، وجزء منها انه السيستم ما اشتغلش بالطريقه اللي كان المفروض يشتغل بيها. لكن النهارده اقدر اقول لحضرتك ان الناس 90% منهم فهموا الدرس كويس قوي، وفهموا انه ده خطر حقيقي علينا كلنا، وانه مش معنى ان انا صحتي كويسه وسليم ان انا اتس اوكي ان انا اروح، ان انا لان الخوف على الكبير في السن طبعا، الخوف على ابويا وامي وجدتي وصديقي، الخوف على الناس التانية، وهي دي الناس اللي لازم نحميهم. صح. الكبار في السن اللي عنده ميديكال بروبلمز، هي ودي المشكله الكبيره دلوقتي. والناس كانت في الولايات المتحده لما شفنا الصور، يعني في فتره كمان ازمه كورونا تحديدا، فعلا كانت ممكن نلاقيها في ازدحام، في تجمع، في رفض لحاله الاجراءات اللي كانت بتتخذ، في يعني شفنا ده بشكل كبير في ولايات مختلفه. يعني دلوقتي اعتقد الدرس اللي حضرتك بتقول عليه ده بقى اكثر استيعابا. أكيد يا فندم، أمريكا ما مرتش بظرف زي ده أعتقد في تاريخها الحديث. يعني فالناس ما فهمتش إلا بعد فترة طويلة. الدول الآسيوية مرت بالظروف دي في كذا حاجة، في السارز والميرز، فتعلموا درس الكمامة. إنما أمريكا لا، وتعلموا إزاي يبعدوا عن بعض. إحنا التوكس للأسف فترة طويلة، وزي ما حضرتك شايفة إحنا داخلين على 20 مليون حالة دلوقتي في أمريكا، رقم خرافي كبير طبعا. طيب. دكتور هشام، وحضرتك أستاذ جراحة عامة في جامعة كاليفورنيا، قول لنا بقى 2021 إن شاء الله وكل سنة وحضرتك طيب والمشاهدين جميعا بخير، هنستقبلها بعد كام يوم. العلماء الأطباء في جامعة كاليفورنيا، يا ترى ما بينكم وما بين بعض بتفكروا أو شايفين 2021 فيما يتعلق بالكوفيد أو بكورونا هيكون عامل إزاي؟ هل الأعداد مرشحة للزيادة؟ هل الوضع زي ما بيقول أو بتقول منظمة الصحة العالمية نتوقع ما هو أسوأ؟ ولا شايفين إن لأ، الصورة ممكن تكون مطمئنة؟ أنا البراكتس بتاعي جزء جوه الجامعة وجزء بره الجامعة، فبشوف أماكن كتيرة ومستشفيات كتيرة. اللي أقدر أقوله لحضرتك إنه المثل الأمريكاني اللي بيقول يعني it will get worse before it gets better، يعني هتسوء الأول وبعد كده هتبقى أحسن بكتير. ففي فترة هتبقى صعبة ومتوقع إنها تبقى يناير وجزء فبراير نتيجة الكريسماس ونتيجة إنه الفاكسين لسه ما دخلش. فكمبليتلي يعني بدرجة كبيرة. لكن الاكسبكتيشن انه على من ابريل لمايو ليونيو هيبقى الموضوع اتحسن بكتير، وهتبقى الموجه بتاعه الكريسماس والثانكس جيفنج دي خلصت، وفي نفس الوقت عدد كبير من الناس خدوا الفاكسين، وبعده برضو الناس اتعلمت. يعني برضو موضوع الماسك ده خد وقت عقبال ما الناس اتعلمت، بس المشكله ان حاجه بيبان بعديها بشهرين. يعني انت بتتعامل مع حاجه مشكله حصلت دلوقتي من شهر او من 6 اسابيع. مظبوط. ودي خطوره الفيروس ده. طيب حضرتك شايف السيناريوهات اللي جايه ايه مع التحذيرات الدائمه الخاصه بشهر يناير وفبراير تحديدا اوائل العام القادم من منظمه الصحه العالميه؟ السيناريو عندنا انه هو الهيلث كير سيستم يتحمل الحمل اللي عليه، انه هو ان المستشفيات تقدر انها يعني احنا عندنا حاجه اللي هو انه مثلا عربيه الاسعاف تقدر مستشفى تقول له لا لو سمحت انا ما اقدرش استقبل العربيه دي. اللي بيحصل دلوقتي ان في قرار جيم الجوفرنر بتاع كاليفورنيا ان ما فيش حاجه اسمها كده، انه اي عربيه اسعاف تروح اي مستشفى حتى لو ما عندهاش سراير لازم تقبل المريض ده، حتى لو تحطه في اي مكان. الخطه تتغير في طريقه التعامل. زي السيناريو الايطالي كده، كنا بنشوف ناس بالفنتليترز على السلالم او في الطرقات، يعني مش على سرير اطلاقا. طيب دكتور، خليني برضو دكتور هشام اسال حضرتك سؤال فيما يتعلق ب، يقال ان كل اعضاء الجسم تقريبا او معظم اعضاء الجسم هي تتاثر بالكورونا حتى بعد الشفاء منها، ولكن كتير من خلايا الجسم بتتأثر وقد يطول هذا التأثر السلبي بكورونا حتى بعد الشفاء. رأي حضرتك ايه في الامر ده، وهل رصدتوه ولا لا؟ يعني مفيش عضو في الجسم مستثنى من الآثار الجانبية لكورونا ببساطة يعني. طبعا اول حاجه انا مش تخصصي الكورونا نفسها، ولكن طبعا بنشوف عيانين الكورونا من خلال المشاهدات. اللي بيحصل حياتك مظبوط. الحقيقه حياتك انه الفيروس ده احنا بقالنا نعرفه بس سنه ويمكن اقل من سنه، وكل شويه هنعرف عنه اكتر، وكمان 3 سنين هيتكتب فيه كتب ما كناش نعرفها النهارده. اللي نعرفه النهارده ان الفيروس ده بيصيب يا اما الجهاز التنفسي اللنج،
يا اما بيصيب الجهاز الدموي وبيحصل منه تجلطات تؤدي الى عوامل كتيره جدا حضرتك قلت عليها في الجسم ده. في ناس بيجي لها الفيروس وبيبقى عندها اعراض بسيطه جدا او حتى من غير اعراض، ودول اللي بينشروا المرض لان هو مش حاسس انه عيان فبيكمل انه يمشي، بس هو واخد الفيروس بيديه لواحد تاني. بعد ما بيخف في ناس ما بيحصلهاش حاجه خالص، في ناس بس بتفضل بان هو مش قادر يشم او يدوق الاكل، وفي ناس بيبتدي بيجي لها لونج تيرم ايفكتس اللي هو بيبتدي يبقى من اول زي ما حضرتك قلت الاول الميموري، ان الميموري بتتاثر شويه، ان اللونج فانكشنز ممكن تتاثر لانه اللونج الرئه ممكن تتاثر بالمرض ده ويحصل فيها تليف، فده ممكن يؤثر على مدى طويل. ممكن بعض التجلطات اللي تاثر برضو على مدى طويل. فاللونج تيرم ايفكتس ما حدش عارفه لان احنا بنتعامل مع كيان. طب والنظر يا دكتور، كان في اخبار يعني مؤسفه انها بتقول التحور او السلاله الجديده بيأثر كمان على البصر. قريت ده يا فندم بس انا ما شفتش حاجه في امريكا كده، يعني في بالنسبه لنا احنا انا مش توقعات يعني اصابه النظر. هي توقعات او يمكن عمليه اخذ حذر يعني في الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا على المعلومات دي دكتور هشام الصيفي استاذ الجراحه العامه في جامعه كاليفورنيا، شكرا جزيلا لحضرتك.